بسم الله. نتكلم عن اللي هي اخر 10 قروش. اخر 10 قروش يا جماعة، الورق اللي هي اخر 10 بقى اتصدرت وما عادش بتستعمل لحد دلوقتي اللي انتوا شايفينها في الصورة دي. بس طبعا ديت كانت في عهد الرئيس محمد حسني مبارك 1999 1999، تمام. ديت طبعا الاختلاف بس كان في اللون، بقت على ازرق يعني، والتاني كان على برتقاني، تمام. دي وقع عليها محي الدين الغريب ومدحت حسنين ويوسف بطرس غالي. يوسف بطرس غالي يا جماعة، تمام. ديت هنقول مثلا لو السعر بتاعها ممكن يبدأ مثلا من 2 جنيه يوصل لحد 5 جنيه، اكتر شيء ما يزيدش عن كده. بتاع محمد حسنين ديت برضو نفس الشيء، مش هيزيد عن مثلا ممكن نقول برضو 3 جنيه يوصل لحد 5 جنيه، ما يزيدش عن كده. بتاع يوسف بطرس غالي الامضاء، ما هم 3 ماضيين عليه، نفس الشيء برضو يا جماعة، ممكن برضو من 2 جنيه 5 جنيه، ما يزيدش عن كده ساغ واحد. انما بالنسبة للارقام اللي هي في اللي هي في العشرة قروش ده بالذات، تمام، الامضاءات دي كلها لو هي مثلا 0001 لحد 0010، دي توصل مثلا ممكن نقول مثلا من 100 جنيه لحد ما توصل 300 جنيه، وممكن اكتر. ولو ارقام اللي هي وحايد اتنينات، يعني 7 وحايد 7 اتنينات 7 تلاتات لحد 7 تسعات، تمام، دي برضو بتبقى برضو بتعمل سعر كويس. ممكن تبدأ مثلا من 100 جنيه 150 جنيه، بتوصل لحد 250 جنيه و200 جنيه و300 جنيه كمان واكتر، تمام. حافظ على العملة دلوقتي، كده كده هتحتاجها فيما بعد وهتعمل فلوس، صدقني هتعمل فلوس كتيرة جدا صدقني. طبعا عرفنا كل بقى كده الاصدارات الاخيرة بتعمل كام، يعني معلش في الكلمة مش هتزيد عن 5 6 جنيه 10 جنيه بالكتيرة. ممكن لو هاوي هو مع مش فيش عنده العملة دي وعايزها، في الحالة ديت هياخدها منك ب20 جنيه ب30 جنيه. دي بتبقى يا جماعة حسب السوق وحسب الطلب وحسب البيع والشراء وحسب التفاوض والكلام ده كله انتوا عارفينه في غنى عنه.